الرؤية الآلية في عالم السيارات لا تساهم في تحسين أدائها فحسب، بل بتغيير مفهومها بالكل. أفضل طريقة لرصد مستقبل السيارات مع الآلة على أرض الواقع هي زيارة معرض لوس أنجلوس للسيارات. لأحد أكبر معارض السيارات في العالم، هنا في المعرض السنوي للسيارات في لوس أنجلوس نرى تطبيق الرؤية الآلية، فسيارات المستقبل تسمع وتبصر وتستنتج ثم تتخذ قرارا، والسيارات ذاتية القيادة خير مثال، منها ما خصص للأجرة ومنها ما هو للسباق. So these are self-driving cars. It means we use LiDAR, radar, cameras to perceive our surroundings. That information comes to a central computer, and there's essentially a software on that computer written by university teams, which tells the car what to do. There's no steering wheel, there's no human controlling the car. It has to drive itself completely. من التقنيات المستقبلية التي نشهدها في هذا المعرض سيارة تضم حاسوباً موصولاً بالإنترنت يمكن استخدامه للعمل والترفيه على حد سواء، حتى أنه يضم ألعاباً إلكترونية مع نظارات للواقع الافتراضي. So as you can see behind me, there's a window on the hood that is underneath that. That's called our vehicle integrated computer. What that pretty much is a fully functioning desktop PC. So it's running Windows right now, and pretty much anything you can do with your computer at home, you can do in this car, but on the go. There's integrated 5G connectivity, so you have, you know, you can play games on the go. If you're, you can Twitch stream in the car because of the in-car cameras. آلة تدخل أيضاً في تسريع الإنتاج وضمان جودته كما في السيارات المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد. You take those design inputs and requirements, you put them into the machine, and what's been the biggest revolution technologically over the last half century has been computing power. The machine then takes all of that data and creates literally a perfect structure. في الاستوديو ينضم إلينا مصعب شحشاع مؤسس موقع عرب جي تي للسيارات. أهلا بك مصعب، منورنا في الاستوديو مرة جديدة. طيب اليوم نتحدث عن سيارة المستقبل، كيف تنظرون لسيارة المستقبل في ظل الحديث عن مجموعة متطورة من الطرازات ومن التكنولوجيا الذكية؟ أول شيء شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على الاستضافة. سيارة المستقبل محطوط لها قالب معين اللي هو مواد التصنيع، الكمبيوترز وجودة الكمبيوترات الموجودة فيها، والطاقة اللي بتمشي عليها سيارة المستقبل، سواء كانت طاقة كهربائية أو طاقة هيدروجينية ممكن تكون في المستقبل. تصاميم السيارات والثورة الصناعية اللي عم بتصير حاليا خلال العشر سنوات الماضية أدت بتغييرات جذرية بعملية صناعة السيارات واحد، وبمواصفات والفيتشرز اللي بإمكان صناع السيارات أو الناس اللي بيحاولوا يطوروا بقطاع السيارات يضيفوها على السيارات عشان يسهلوا من حياة مقتني السيارة ويسهلوا حياة ملاك السيارات بشكل عام. المستقبل هلا ميال اكثر للسيارات الكهربائيه زي ما اغلب المشاهدين اكيد بيعرفوا، وبنفس الوقت كمان ميال اكثر لموضوع الاوتونومس درايفنج هو القياده الذاتيه. جزء كتير كبير من السيارات القادمه خلال العشر سنين راح تكون اغلبها فيها خصائص ومواصفات بتخلي السياره تقود ذاتها بنفسها من خلال عدد كتير كبير، مثل ما شفنا بالتقرير، عدد كتير كبير من الحساسات وانظمه الليدار سيستم والسونار سيستم. حتى اوروبا اعلنت انه ب 2030 ستكون خطه كامله لانتاج سيارات كهربائيه في القاره فقط كلها. كهربائية. طيب هل اليوم هذه التكنولوجيا الذكيه الجديده احدثت تغيير في مفهوم الرفاهيه؟ شفنا في تقرير رافي نظرات افتراضية، أجهزة كمبيوتر ذكية وألعاب إلكترونية في السيارة، يعني
هي أكيد رح تصير السيارة جزء لا يتجزأ من مقتنيات الإنسان، يعني كيف الجوال السمارت فونز معانا صار جزء من حياتنا اليومية. اللي عم بصير إنه السيارة عم تتحول لتصير كمان جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، موصولة معاه، موصولة بالكونكتيفيتي مع الجوال والبيانات والإعدادات والأمور هاي، ووسيلة أسهل، وسيلة أقرب للترفيه من هي فقط للمواصلات. يعني راحة، راحة بال، هدوء، ما في داعي تزعج نفسك بالقيادة، كله بتشغل أنظمة معينة، السيارة بتقود حالها بحالها من غير ما تدخل أنت ب فعلا يعني السيارة تصير تسمع، تصير تبصر، وتصير تتخذ قرار وتقود نفسها بنفسها. هل نتوقع سيارات ذاتية القيادة أن تصبح حقيقة قريبا؟ هي المفروض أنه تصير حقيقة، ولكن ما أعتقد أنا خلال سنتين أو ثلاث سنوات رح يتطلب الموضوع أكثر وقت. نظراً أنه في كمان المشرعين للقوانين المرورية، ونظراً لشركات التأمين، أنه موضوع السيارة موضوع حساس نوعاً ما، نظراً أنه أي خطأ أو أي مشكلة فيه ممكن يأثر للسلامة العامة والأطر المرورية وكل الأمور هاي. فأعتقد ممكن يطول الموضوع أكثر من 5 سنين، 6 سنين، ممكن أبتو 10 سنين. هل يكون إقبال عليها؟ تحدثنا في الكواليس قلت لي حيكون في ملل لأنه سيارات تقود نفسها، أنتوا رجال تحبوا تقود السيارة. هي رح تكون فيها ملل، ولكن اللي عم بصير انه رح نجبر عليها جبرا. يعني السيارات الكهربائية جزء كتير كبير من الناس ما كانوا يفضلوها، ولكن نظرا للقوانين والتشريعات وارتفاع اسعار المحروقات بشكل عام ادت انه الناس تاخذ قرار شراء سيارة كهربائية بنفسهم، بروحهم راحوا واشتروا دفعوا ثمنها. فأعتقد بالنسبة للقيادة الذاتية حتكون مجبرا أخاك لا بطل نفس الموضوع. وراح تكون لأنه السيارات كلها موصولة مع بعض ومرتبطة مع بعض بشبكة واحدة، فمستحيل يخلوا شخص شاذ عن الشبكة هاي ولوحده سايق سيارة محرك V8 وكل الأشخاص سايقين سيارات ذاتية القيادة وكهربائية. فنوعا ما راح تصير الزمن كيف زمن الأحصنة قبل لما بدأ اختراع السيارة، في ناس كان عندهم عربات خيول، وفي ناس أخذوا قرار إنه يشتروا سيارة. فإحنا مقبلين على هاي المرحلة نفسها. ممكن السيارات التقليدية اللي بنشوفها اليوم تكون هي عربات الخيول للعشر سنين القادمة، والسيارات الذكية السمارت كارز ممكن نسميهم يكون هو لهم المستقبل، أو هم اللي تجبر كل الناس إنه يشتروهم خلال الفترة. طيب القادمة. مثل ما قلت مصعب، السيارات المستقبل ستكون مصنعة بمواد خاصة وستكون ذكية، يعني بأجهزة متطورة. نعم. هل هناك تحديات في صناعتها؟ سمعنا من فترة في أزمة رقائق إلكترونية مثلاً لصناعة هكذا نوع من السيارات. وما زالت. في مشكلة كتير كبيرة بالمواد الأولية لصناعة السيارات، لأنه جزء كتير كبير من أجزاء السيارات بطلت فقط حديد وألمنيوم، صار يدخل فيهم عدد كتير كبير من المواد الأولية أو حتى المواد التقنية. الرقائق الإلكترونية السيمي كوندكترز هي واحدة من عناصر كتير كبيرة موجودة بالسيارة حالياً، ببناء السيارة وبمواصفات السيارة اللي قاعدين نتكلم عنها، السيارة الذكية. وهذه العناصر عم بتكون فيها محدودية بالتصنيع، فيها شورتج بالتصنيع، عم بتكون في مشاكل بنقص المواد الخام بأجزاء جدا مهمة بالسيارة، وعم بصير في حصرية ومونوبولي ببعض أجزاء من السيارة بتتصنع بشركات، شركة أو شركتين فقط بالعالم اللي بصنعوها. مثال مثلا الشاشات اللي داخل السيارة، في فقط شركتين بالعالم بصنعوا الشاشات تبعون السيارات. فهاي بتكون فيها كمان، غير أنه أنت ندرة وسعر مرتفع وقلة إنتاج وانخفاض إنتاج، كمان ندخل موضوع الحصرية بالإنتاج. شكرا جزيلا على وجودك معنا مصعب الشحشاع، مؤسس موقع عرب جي تي للسيارات. شكرا، نورتنا. أهلا فيك.